سلاح المدفعية أثبت نجاعته في إرباك حسابات الاحتلال الإسرائيلي خلال معركة وحدة الساحات وكما في كل عدوان على غزة، إلى جانب وسائط الدفاع الجوي التي مثلت سلاحا استراتيجيا فاجأت به سرايا القدس الاحتلال الإسرائيلي. فوسط إجراءات أمنية مشددة توجه فريق الميادين إلى واحد من أنفاق السرايا الخاصة بوحدة المدفعية. طيلة أيام العدوان الإسرائيلي الأخير فرضت السرايا عبر هذا السلاح طوقا شاملا على كل مواقع الاحتلال وحشوده العسكرية، والتي تؤكد أنها أخرجتها من الخدمة بعد قصفها مستخدمة تكتيكا جديدا وكثافة نارية غير مسبوقة. وخلال هذه المعركة تم استخدام تكتيكات الرماية من تزامن بالإطلاق وتزامن الإصابة ودمج بالنيران، ولدينا مشاهد تثبت وتؤكد حجم الدمار والإصابات المحققة. ولتأكيد روايتها بعيدا عن التضليل الإعلامي الإسرائيلي، خصت السرايا الميادين بلقطات حصرية تظهر جانبا مما أحدثه سلاح المدفعية بمقر القيادة والسيطرة داخل موقع نحل عوز العسكري شرق غزة. هكذا فر الجنود بآلياتهم تحت وطأة القصف المدفعي المركز. أما هذه فضربة أمنية أكبر. منظومة القبة الحديدية تقصف وفي وضح النهار مشهد يظهر كيف كانت إسرائيل تخفي خسائرها. خلال هذه المعركة تم استهداف منظومات القبة الحديدية على غلاف غزة واستهداف غرف القيادة والسيطرة ومنظومات الرؤية، حيث تم إعماء هذه الغرف وإعماء هذه المنظومات وإعطابها بشكل كامل. وسائط الدفاع الجوي هي الأخرى كان لها وقعها الكبير على مجريات المعركة. تقول السرايا إنها فعلت هذا السلاح الاستراتيجي بعد تمادي الاحتلال في استهداف المدنيين، وتشدد على أنها كانت مستعدة للذهاب أبعد مما تتصور إسرائيل. جاء القرار من قيادة سرايا القدس بطرح سلاح جديد وفرض معادلة جديدة، ألا وهو سلاح الدفاع الجوي. هي رسالة قوة وردع جسدتها السرايا خلال معركة وحدة ساحات، أكدت من خلالها أنها مستعدة على الدوام لإفشال مخططات الاحتلال. أكرم دلول، غزة، الميادين.